السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ ايه الأخبار؟ أحيانا كده بتقابلك مشكلة إن كل الملفات مثلا اللي على الديسكتوب أو الموجودة في بارتيشن إيه أو دي أو أي ملفات عندك، لقيتها كلها تحولت شكل واحد، شكل الفايرفوكس، شكل الوورد، شكل الوورد باد، نفس الشكل ده كده، تمام؟ واكتشفت إن صيغ الملفات اتغيرت وشكلها كمان اتغير، وبتيجي تفتحها ما بتفتحش. فعشان ترجعها للأساس بتاعها تعمل إيه؟ يعني مثلا خلينا مع بعض كده نتابع الخطوات. لو جيت على ملف ده حاجة مش مفهومة، تمام، ده بيبقى سبب المشكلة. ضغطت ضغطتين عليه عشان يفتح، بيقول لك لا انا مش عارف افتح على انهي برنامج، فانت اختار لي برنامج، فانت بتختار له برنامج، تمام. هنضغط على مور اب دي مثلا ونختار نوت باد واقول له اوكي، فتح عليها كده. فبالتالي بص، كل نوع الملف اتحول لشكل الملف ده كده. يعني اي ورقة كانت مش مفهومة هتلاقيها بدأت تتغير معاك لشكل الملف اللي احنا ايه عملناه كده دلوقتي ده، تمام. طيب عشان ارجعها بقى لاصلها، الورقه او الملف اللي كان موجود ده، نعمل ايه؟ تعالى اقول لك نعمل ايه. فاكتشفت ان كل الملفات اللي عندك على الديسكتوب وكل البرامج اتحولت لنفس الشكل ده، البرنامج اللي انت عملت له اوبن ويز. فتيجي تفتح حاجه ما ترضاش تفتح معاك، تمام، او حصل بطريقه انت مش فاهم ايه اللي حصل، فلقيت كل الملفات اتحولت لنوع ملف واحد وانت ما بقتش عارف تفتح حاجه او ملف موجود عندك. طيب تعالى اقول لك الطريقه، تمام. هنروح نضغط علامة الويندوز وحرف الار مع بعض، هتظهر لي القايمة دي بالظبط كده. هنكتب فيها ريج ايديت واضغط اوكي، تمام. هيظهر لي المتصفح او الاكسبلورر بتاع الويندوز بالشكل ده. هروح افتح تاني خيار اللي هو الكرنت يوزر ده، السهم اللي جنبه، يضغط عليه هيفتح معاك كده. بعد كده بتختار منه حاجة اسمها سوفت وير، اضغط على السهم فبيفتح لك حاجة تاني. بعد كده تختار من سوفت وير، تختار مايكروسوفت، اضغط على السهم ده برضو هيفتح معاك، تمام. وبعد كده انزل تحت بعد مايكروسوفت اختار ويندوز، كلمة ويندوز، هننزل تحت خالص اهو، ندور عليها واحدة واحدة كده عشان ما تتوهش منك، واختار ويندوز اهي. وبعد كده هنختار الكرنت فيرجن دي اهي، تمام. وبعد كده هننزل نختار اكسبلورر اهي، تمام. بعد كده بتختار فايل اي اكس تي اي، اضغط عليها. وبعد كده بتنزل تحت تختار دوت ال ان كي ايه، الخطوات دي ايه انا هسيبها لك مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف، بحيث ايه ما تنساش الكلمات دي او ما تضخش فيها يعني. لما يبقى عندك المشكلة دي بيظهر لك فولدر هنا اسمه يوزر تشويس، يوزر تشويس. شايفين احنا عندنا في اتنين ظهروا هنا اللي هو وايت ليست ده، الاتنين دول، في تالتهم بقى بيبقى يوزر تشويس لو ظهرت لك المشكلة دي. فتعالى كليك يمين عليه وديليت، أول ما تقف عليه كليك يمين، لو هنختار ده مثلا كده كليك يمين وبتختار ديليت، بس طبعا الفولدر اللي هو اسمه ايه يوزر تشويس. وبكده هترجع تلاقي المشكلة عندك اتحلت تماما. بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.